عودنا لكم من جديد مشاهدينا في اولى فقراتنا، فقره اتصالات هاتفيه مثل ما دائما متعودين معانا. اذا ما قدرنا نغطي بعض الفعاليات عن طريق كاميرا برنامجنا بنكون حريصين جدا على اخذ اتصالات هاتفيه نغطي فيها جميع الفعاليات. تقيم لجنه التنميه الاجتماعيه النسائيه التطوعيه بالقصب العديد من الدورات التدريبيه المجانيه على مدار العام، ولقد استفادت اكثر من 200 فتاه متدربه من البرنامج التدريبي المهني والحرفي النسائي والذي اشتمل على عدة دورات. أكيد للمزيد معنا على الهاتف الأستاذة منيرة فايز العتيق رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية التطوعية بالقصبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة منيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيك أستاذة منيرة، تفضلي حدثينا أكثر عن البرنامج التدريبي المهني والحرفي الذي تقيمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، حياك ربي، أشكركم على استضافة برنامجكم المتألق. طبعا معكم منيرة فايز العتيقة رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب. ست دقائق أن أعرض بعض نشاطات اللجنة من دورات علمية وثقافية. أكيد تفضل. فقد أقمنا دورتين تربويتين، أولا للشيخ والأستاذ محمد الشايع جدار الحياة وفن التعامل مع كبار السن، ولقد حضور جيد. جميل. كذلك لدينا كثير من الدورات والمهن الحرفية التي يستفيد منها كثير من بنات القصب وتلاقي تجاوب منهن. من تلك الدورات دورة الحاسب الآلي ومدتها 6 شهور، ودورة فن الكروشيه، ودورة التطريز، ودورة تغليف الهدايا والتعليب، ودورة صنع الحلويات، ودورة المكياج، ودورة الديكوباج، ودورة التفصيل والخياطة. واستفاد من تلك الدورات حوالي 200 متدربة. ما شاء الله. والمدربات من بناتنا، والدورات مجانية ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذة منيرة اتفضلي. نشكر رئيس اللجنة الدكتور عثمان المنيع ونائبة محمد الراشد والسكرتير محمد أبو كريم وجميع وبقية الأعضاء، وكذلك نشكر مديرة معهد الدورات النسائية موضي فارس العصيمي والإدارية منار إبراهيم الحسين والمنسقة الإعلامية اعتدال عبد العزيز المنيع، وكذلك نشكر بقية العضوات والمتعاونات، ونشكر كذلك رئيس بلدية القصب الأستاذ نغيمش النغيمش وجميع من ساندنا معنويا وماديا. بالتأكيد يديهم العافية جميعا. لكن لدي سؤال أخير لك أستاذة منيرة، ما هي آلية التسجيل في هذه الدورات اللي حابب يسجل فيها من الفتيات؟ أبد الاتصال بالمعهد ونسجل اسمه. جميل، يعني القبول لأي شخص لأي فتاة تتقدم أم هناك شروط معينة؟ أبد مرة، أي فتاة تقدر تسجل من البلد أو من خارجها. جميل ما شاء الله، يعني إقامتكم مثل هذه المبادرات رائعة، الهدف من وراءها إذا تقدر تقولي لنا. الهدف من تلك الدورات إعطاء البنات يعني صنعة في اليد وخبرة، يعني اشياء تفتخر بها في بلدها. ما شاء الله، يعني من خلال اكيد والارتقاء، يعني والارتقاء من تصير مستهلكه الى منتجه، تقدر يعني تستفيد من تلك المهنه. بالتاكيد، يعني من خلال خبرتك استاذه منيره اكيد خرجت الكثير من الفتيات تحت تدريبكم وادارتكم، كيف رايتي مستواهم بعد التدريب او الدوره التدريبيه؟ الحمد لله، يعني صاروا يشاركون عندنا في الاطار المنتجه. صاروا يعني لهم اركان يعني يبيعون فيها، وكذلك يقومون بعض الدورات. جميل، اكيد يديك العافيه استاذه منيره، وشكرا على اتصالك، يديكم العافيه على مثل هذه الدورات الرائعه، شكرا لك. جزاك الله خير. حياك.